يتواصل لليوم الرابع على التوالي احتجاج الأطباء المقيمين بكلية الطب بجامعة الصينية ولاية وهران بعدما أعلنت الإدارة رسميا أن تاريخ توزيع التخصصات على الناجحين قد تم إلغاؤه دون أي مبررات. هذا ما أثار استياء الأطباء واستنكره ويعتصم بسببه أمام الكلية. سارة فرندي. On passe des nuits barra. C'est notre troisième nuit. Aujourd'hui, ça sera notre quatrième nuit, etc. etc. Jusqu'à ce qu'on a le matin. Alors, le but, c'est que nous, parce qu'on est en solidarité avec eux, parce que ça concerne toute personne qui fait partie de cette faculté de médecine d'Oran. Alors, on ne parle pas ni de fraude ni quoi que ce soit. Tout ce qu'on veut, c'est notre droit, c'est notre rêve, c'est notre droit d'avoir un poste, une situation qui est stable. Ok? Normalement, vous, sur la répartition, il y a ton aller poste, on a besoin de chadmo, on a un house, on a chadmo. Aya, reçu email, répartition annulée. Hack, ni fait mon ni walou. On a créé, on a allé sanctionner ni un an, alors que ma dresse walou. Ma sanctionne, je garde les. ما فهموناش ما با عليه ما عطاوناش لي غيزون قالوا لنا اكزامان انولي اون ا ترافاي توت اون لاني انا بيرسونيلمون جي با في مي بارون كنت نشوفهم غير 15 مينوت بار جور نروح بيبيوتيكا 8 دي ماتان ندخل ا مينوي دروك قالوا لي بلي تي ايتي ريكالي سون اوكين غيزون نوزون با دوني ديكسبليكاسيون. نبقى دائما في الاحتجاجات حيث نظم العديد من السكان المستفيدين من قرارات ترميم سكناتهم داخل النسيج العمراني لبلدية منداس ولاية غليزان وقفة احتجاجية مطالبين بضرورة الإفراج عن الإعانات المالية التي شهدت تأخرا كبيرا في تسوية وضعيتها وتدخل السلطات المحلية لإيجاد حلول فورية وعاجلة للوضعية التي يتخبط فيها السكان والمتكونة من 136 قرار ترميم. حمزة زلوك. في المشتى ندير الباسين عند كرعيه وفي الصيف يحرق الحمان كنعاني من السكن دارني في الديسيزيون دعم الريف وين لا كوميسيون جاتني حداه في المندس ما جاتنيش في الريف وهذا راس البلديه حيط بيني وبينه وداني دعم الريف انا نطلب التحقيق. قضيتنا اصبحت معقده بزاف راه عندها 3 سنين بركات 3 سنين رانا ساكنين تحت الطوله رانا ساكنين تحت الزنك رانا نتمناو النوم ما طيحش خاطش عليها الله خالب. فيها 136 واحد. القائمة الإسمية تعلقت سنة 2012. قرارات الاستفادة استفدنا منها 2013. لحد الآن فاتت 3 سنين ما بنا والو. رئيس البلدية من جهته أكد أنه تم تنصيب لجنة بلدية لدراسة ملفات الترميم لهؤلاء المستفيدين وسوف يتم في القريب العاجل دراسة كاملة لملفاتهم وإيجاد حلول فورية لهم. الدراسة مازال مستمرة وراهي كل أسبوع تجتمع لجنة تحضير العقود التعمير اللي فيها المرسوم 2015 اللي يحدد الشباك الوحيد اللي تكون فيه ممثل مديرية أملاك الدولة ممثل دار الحفظ العقاري والمصالح المعنية كما الفلاحة الموارد المائية والأشغال العمومية. تتعرض العديد من الجيوب العقارية بمدينة الأبيض سيدي الشيخ بولاية البيض إلى النهب والاعتداء وشيدت فوقها بنايات دون أدنى وثيقة في ظاهرة تمتد إلى أكثر من 5 سنوات وتستفحل يوما بعد يوم. نور الدين الرحمن. الاعتداء على العقار التابع للجماعة المحلية أو لأملاك الدولة متواصل بمدينة الأبيض سيدي الشيخ. نهب للعقار مسكوت عنه بقصد أو بغير قصد وفي وضح النهار دون أن يحرك أحد ساكنا. ها قضية العقار فضيحة كبيرة في ذي البلاد. العقار كل الناس ولات تتراسي قاي وين لقى يتراسي. قال قطعة أرض مخصصة لبناء مسجد في الحومة هذيك راها مجيت السد هذيك صح ومن بعد البلاك هذه قابت وصبحت في الليل في الفانت كاترور بيليات وصبحت سكنة. الأغرب في ملف نهب العقار بمدينة الأبيض سيدي الشيخ
أن من يقف وراءه نافذون معروفون بالاسم بالإدارات المحلية. يقول نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الأبيسيد الشيخ: نملك الأسماء وتحفظنا عن نشرها. كاين نقولوا تواطؤ مسؤولين، كاين مصالح. الوكالة العقارية لمدينة الأبيسيد الشيخ لا زالت بعيدة عن التكفل بالملف لأنها تفتقد للآليات اللازمة لذلك. لا 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 ما عدناش ما عدناش، ولكن هذه العملية في المستقبل إن شاء الله نقوم بها. السعي في الاتجاه المعاكس، وبدلا من أن يوضع حد لنهب العقار بمدينة الأبيسيد الشيخ، تسعى الجهات التي تقف وراء العملية إلى تسوية ما تم نهبها وفق منطق أن تكون نافذا، معناه أن تنهب أكثر وأن لا يخذ منك ما نهبت. اجتماعيا، تهميش وإقصاء من أدنى الحقوق المكفولة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة صفات قائمة، وظروف معيشية مأساوية تعاني منها عائلة السعيد عبد السلام رفقة أبنائه الثلاثة المعاقين. فاروق خضراوي ونجم بكرش يفصلان أكثر في هذا التقرير. عائلة عبد السلام من الحكايات الصعبة المذاق على الإنسانية، من قرية الدبيل ببلدية حمام الضرع شمال ولاية المسيلة. وسط هذا البيت البسيط الذي يأوي أسرة تعيش أفظع صور البؤس والشقاء. إيه يا مره من عافر فيه، مديتهم الطبيب ديت ما جابش رب العالمين، عافر فيه من والله صائم بيت صهرة عليهم بيت نوضي نرقد نمسح يطيحوا وش ماسي والله غنهز فيهم هز ما نقدر لهمش، راني مريضه منهم. ظروف مزرية يدمي لها القلب، فالأسرة تعيش فقرا مدقع. يحدث هذا في مكان يتواجد فيه أكبر مصنع للإسمنت في الجزائر، فما ربح منه إلا دوي الانفجارات وتشقق جدران المنزل واستنشاق السموم. دنقليم هكذا ما صبرت ما قدرتش، الله غالب في جهدي والله في حالي، الله غالب هاتني طبعا 1700 واش جابت لي الخبز هذاك ما كان، هذاك ما عطيت 1700 قود بها الدراري، وربي هو الرحيم الحمد لله. نطلب الإعانة اللي دنقلي وجه رب العالمين. ظروف صعبة للغاية أثقلت كاهل العائلة، فلا شيء يمكن أن ينتشل والدهم من رفقته للدموع، وأم منهكة لا تكاد تلتقط أنفاسها طيلة النهار ولا أناء الليل في حرصها على فلذات أكبادها. إلى موضوع آخر، الزائر لولاية عين تيموشنت لابد أن يلاحظ مدى عشق المدينة للعبة الكرة الحديدية، فالمار بشوارعها يلفت انتباهه مشهد الشباب والشيوخ وهم يتنافسون على كرات من حديد. التقرير لكمال بعز عبيد وحميد عواد. مع عشية كل يوم يلاحظ توافد عدد كبير من الشباب من مختلف الأعمار على الملاعب المخصصة للكرة الحديدية، حيث تعرف هذه الرياضة انتشارا واسعا في أوساط سكان أحياء مدينة ولاية عين تيموشنت وبلديتها. كنا نرجعوا مقبل أبار لي بول، هنا ياي بوكو تشامبيون دون تو لي دومين، ياي بوكو تشامبيون دروك هنا لي ديريجون اكطويال سون تران دو فورمي لي جون. انا بدينا نكونوا في جمعيه ان شاء الله، انا نكونوا فيها ان شاء الله باش نحيوا هذه الرياضه زعما كيما كانت بكري ان شاء الله. لا سيزون راهي نورمالمون راهي على الكمال، غادي تكمل. احنا نطلبوا صدير بعض السيزون الجاي ان شاء الله، انا دايما باش نكريو جمعيه تاع الليمون. هذه الرياضة أصبحت تصنف منذ عدة سنوات كرياضة ثانية من حيث الممارسة والإقبال بعد كرة القدم. يوميا نحن نجتمع يوميا من بعد العصر، رانا نترينو اونتريني تل المغرب، عندنا واحد دوزير تاع اونترمون ابخي، وعندنا دي تورنوا نشاركوا في الدورات. وإلى غاية ساعة متأخرة من الليل يبقى الشباب وهواة هذه الرياضة يقبلون على هذا النوع من النشاط الرياضي من أجل التنافس وقضاء أوقات ممتعة. ختام الموعد المحلي، شكرا على طيب المتابعة والإصغاء في أمان الله.